السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد في قناه شئسيه. بديت لكم هذا لا فيديو بالتفركيس وقديت لكم واحد الباك خطير وليت شخصيا مدام فاندي. شوفوا معايا البنات، شوفوا التفركيس كيفاش داير، خطير خطير خطير. ارتيكل بارتيكل قدينا به واحد اللبسه واعره. هذا غير دي زارتيكل كل واحد فيهم درناه مع اللي غيناسبو وجا خطير، وغنبدا نشرح لكم بارتيكل بارتيكل. اول حاجه هو هاد الشال اللي كان عليه اقبال كبير بزاف، شال واعر بزاف، شيلان الحريريين الرائعين مفخخين رطيطبين غزالين البنات. وكنهضر على لاكاليتي وتبارك الله، راه كان الغوتور ديالهم زوين من قبل لي كليون، رائع بزاف. 99 درهم فقط. اول حاجه بديت لكم بها هي هاد الشال هذا، ونكمل معكم لي زارتيكل. ثاني حاجه هي هاد لا سانتور هادي الرائعه اللي كتجي بالبواطه ديالها. شوفوا معايا البنات كيفاش كتجي، كيجي فيها هاد الموتيف هذا واعر بزاف، راه فيها لي دوغري، فيها لي دوغري يعني كتزاد كديرها صغيره. ها هي البنات البواطي ديالها، شفتوا سميتها كتجي بالبواطي ديالها، كتجي فيها لا سيرتيفيكاسيون، شي حاجه واعره واعره. لا اوس ديالها حتى هي كاينه، سميتها خطيره بزاف وجات واعره فيها. فانا صراحه حمقاتني زوينه بزاف. وكاين حتى هذا الموتيف هذا اللي بغيتو شي حاجه مبدله، كاين هذا اللي وريتكم دابا، هذه راه كتجي، هذه كتجي مطروزه من هنايا بالاف، وراه فيها حتى دوبل فاس، راه فيها حتى لافاس الاخرى اللي كتجي سامبل. هانتوما البنات يمكن لكم تقلبوا هذا الموتيف هذا وتجي كلها سامبل. انا عجبتني ندير لها هذا الاف اف اف، عجبتني سختو مع هذه اللبسه هذه حمقاتني. وكاين هذه اللي كتجي فيها موتيف ديال على هذا الشكل، وكتجي هكا تخي تخي سامبل، وكيجي فيها الباج من هنا، شفتوا حتى هي راه دوبل فاس. يمكن لكم ديروا الباج، يمكن لكم ديروه نواغ سامبل كيف ما بغيتوا، ودائما بنفس المميزات ديال هذا الموديل وديال هذا لاكام هذه. والثمن 99 درهم فقط. دابا غندوزو لحاجه اخرى، حنا غاديين البنات وكنوريكم كاع لي زارتيكل اللي كاينين. دابا غادي ندوز لكم لي لونيت اللي دايره معاه، نحيدها البنات باش نوريها لكم. هانتوما البنات لي لونيت لا مارك دائما نفس، دائما نفس لا مارك. ها هي البنات كيجيو حتى هما بالبواطي، شوفوا كنحاول انا نوريكم جميع التفاصيل. ها هي هما البواطي ديالهم كيجي على هذا الشكل، وحتى هما فيهم لا سيرتيفيكاسيون ديالهم وكلشي، شفتوا فيهم جميع التفاصيل البنات راهم كاينين. والموديل كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مارون زوين بزاف جرا، حتى في اللبسه جا عجبني، جاني زوين دوغي من هنايا، كيجي رائع بزاف مارون خطير. ودرت فيه هذا الاكسسوار هذا اللي متوفر في المحل، شفتوه البنات اللي كان عليه اقبال كبير بزاف، الثمن ديالو 20 درهم. وبالنسبه بالنسبه لي لونيت الثمن ديالهم 160 درهم، وكاين فيه حتى لوينات اخرى. كاين هذا وكاين هاد لاكولوغ هادي، شفتو نفس المميزات من الجنيب، راه كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي فيه البيض من هنايا كيجي الديك غادي، ورائع. الثمن ديالهم 160 درهم فقط. دابا غندوز لكم لحاجه اخرى، ودابا غادي ندوز لكم الكاب. كاب هذا راه كاب انا قديته بحال هكا وجا ملبوس على هذا الشكل. هذه ملي كنرجع لورا كتجي بحال شي كسيوه. هانتوما البنات راه كتجي من هنا بحال شي كسيوه، رائع بزاف. واحد الثوب خطير، فيه رطب 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 وما كيسخنش بزاف، ما كيعنيش ما كي هو كتحسي براسك يعني ملي كتلبسيه ما كتحسيش بالبرد، ولكن ماشي شي واحد اللي كيزمطك هكا، بغيت نشرحها يعني ماشي كيزمط، فهمتوني البنات. من هاد لافاس كتجي فيه اف اف اف، من هاد لافاس كيجي هكا. يمكن لكم تلبسوا على جوج لبسات، يا اما غتلبسوه هكا كتجي مطبوعه فيه الاسم ديال لامارك، يعني كيجي نص نص، كيجي رائع، كيجي مسطي شويه في اللبسه ديالو. من هنا كيجي سامبل، ومن هنا كيجي فيه اف ديال لامارك. الجهه الاخرى تقريبا نفسها، غير هي شويه مبدله عليها في اللون. هانتوما البنات راه فيه دو فاس، شفتوا، وكاينه هاد لافاس هادي ديال الجهه اللي كتجي نوار، هادي لافاس ديالها كتجي نوار، ومن هنايا كتجي حتى هي مطبوعه بالاسم ديال لامارك. هنا راه كاينه عاوتاني فاندي، شفتوا البنات من هنايا مطبوعه بالمارون. سينو كما درت ليه انايا على هذا الشكل هذا، درتو مع الجهه اللي كامل عجباتني الصراحه، وكتجي الاسم ديال لامارك مطبوع بالنوار صراحه. الفركس زوين واعر، ما ديما نقول عليه لاكاليتي البنات راه واعره، لاكاليتي الاولى الجوده الاولى، واعر 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 واعر. الثوب ديالو خطير كيف ما قلت لكم، ماشي الثوب اللي كيزمر، وكيجي كيسخن وكيجي مجموع وكيجي واعر بزاف في اللبسه. يمكن لكم تلبسوه كيف ما لابسه انا، اولا غير تشدوه وتحطوه يعني على كتفاتكم باش يدفيكم من البرد
الحنان كتحسي بيه، كنحس بالثوب ديالو حنين واعر بزاف. الثمن ديالو غير 260 درهم. البنات سارعوا راه فيه كميه غير محدوده. دابا غندوزو للعصير. شوفوا معايا الروعه كيفاش دايره، لا ماك راقيه الداس خرجت لنا هذا الموديل. شوفوا البنات اللي عليه اقبال وضجه، لي بوني ديالو كيفاش دايرين رائعين بزاف. لا غارنيتور ديالو كتجي بالطوغي. شوفوا معايا البنات كيفاش داير مفرك الصراحه، صاكو واعر من الداخل كيفاش داير، واعر كيهز صراحه، واعر واعر لاقص ديالو. شوفوا البنات شوفوا من الداخل شحال كيهز. شوفوا لا سيرتيفيكاسيون ديالو، دائما تبارك الله غنبرعوكم سيرتيفيكاسيون فهاد الباك هذا. شفتوا سنيسله من الداخل مطبوعه، حتى هي مطبوعه بالاسم ديال لامارك، والصمطه ديالو كي دايره عريضه عريضه على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا الطبعات فين كاينين، شوفوا الروعه فين كاينه، شوفوا التفاصيل الدقيقه الرائعه اللي كاينه في الوسط اللي كيجي كيهز. وهنا البلاصه ديال لابوندوليه كتجي مستوره لداخل، يعني كتجي واعره بزاف ومجموع، وبالسنيسله ديالو كتسد بحال هكا، يعني كيجي مسدود بالسلسله رائع بزاف. البنات ما كنبغيش نطول عليكم، ولكن راه يعني الهضره كتخرج بوحدها خصوصا في هذا الموديل. هذا جا واعر، كيجي واعر في اللبسه وكيهز بخاتيك، تحطي فيه كل شيء وغيجيك مفركس وانيق بزاف في اللبسه. بالنسبه للثمن ديال لوساك 380 درهم فقط، ومازال ما سيناش في هذا الباك. كنت غنساليكم لي سبا لا ميم مارك لي مطلوبه، الصبر ديال الاكثر طلبا تقريبا في المحل هي هذه. فيما كنوريو هذا الموديل هذا كيعجب السيدات بزاف، ولكن صراحه واعر، والسيدات اللي استفدوا منه تبارك الله بزاف ديال السيدات استفدوا منه، سورتو السيدات اللي بعاد كيطلبوا بزاف هذا الموديل هذا. خليو لينا الراي ديالكم في التعليق على لا كاليتي كيفاش دايره. لي بونتيغ مستوطه 41، الثمن ديالها 380 درهم، السبر ديال الاكثر طلبا، وكاين فيها حتى البيض. انتما البنات كاين فيها حتى البيض ديالها رائعه بزاف، 380 درهم فيها حتى ال 41، من 36 ل 41 رائعه بزاف، كلها مطبوعه والثمن 380 درهم فقط. انا هذا ما سخيتش بيه نحيدو من كثره الرطوبيه ديالو، صراحه عجبني وكنحس بيه كنحس بيه سخني. بغيت نوريه لكم محلول، نوريكم في اللون اخر، يعني نفس لاماك دائما لاماك فرندي، نوري لكم محلول باش تشوفوا العبار. هانتوما كيجي طويل، كيجي بحال شي شال، لافورم ديالو بحال شي شال، شفتو زوين بزاف، ملمس واعر واعر واعر، كاين فيها غنوريه لكم يعني محلول في هاد لاكولوغ هادي، حتى هي واعرة، كيجي فيها البنات هانتوما، كيجي فيها بحال واحد الغوز بلون كاسي غوز، شفتو مع الاف كتجي بالنوار رائع بزاف، لون خطير لوين ما كتلقاوش بزاف، واعر من هاد لافاس كتجي على هاد الشكل هذا، لو دو فاس بحال بحال، شفتو واعر بزاف البنات رائع، ملمس خاطر واحد الملمس فيه واعر 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 واعر. الثمن ديالو 260 درهم فقط. شفتو العبار ديالو كيفاش كيجي، هانتوما من الجنب كيفاش كيجي، الطول ديالو على هاد الشكل، يمكن لكم تلبسو عادي، يعني تلبسو كاب عادي، انا غير يعني عجبني هاد الطريقة هادي، كنشوفها بزاف في الانستغرام كتعجبني، ودرتها مع السميطة ديالو في نفس لاماخ، صراحة جات واعرة زوينة بزاف، وغنقترحها لكم مع هاد الساك. دائما في لاميم مارك الساك اللي كيجيب ولدو، الساك اللي عليه الطلب بزاف، اللي الثمن ديالو 320 درهم، اللي كيجي بولدو، يمكن لكم ديروه بسطام أولا ديروه صويف هكا كيما دايرة أنا دابا، اكسسوار بالبوانيي ديالو من الداخل هانتوما البنات، و لا بوندوليغ ديالو تاهي كتجي كلها مطبوعة بالاسم ديال لاماك. شفتو كيفاش كتجي، أولا يمكن لكم ديروها على الجهة اللي كتجي بيضة، إلا بغيتيها تبان نورمال، سينو راه كتجي حتى هي مطبوعة على هاد الشكل هذا من الداخل بجويب ديالو، مبطن رائع، وفي حتى لوين آخر، كاين هاد البيض اللي وريتكم هانتوما. أنا عجبني مع هاد الكاب، يعني كاقتراح مع الكاب جا زوين، كاين حتى لونواغ هانتوما البنات، كاين حتى في لونواغ يلاه جا. شوف تبارك الله عليه اقبال كبير، يعني في هذيك المره كنت صورت لكم البيض، دابا صورت لكم لونواغ يلاه جبتو للمحل، يعني حيت المحل ما كنحطش فيه بزاف، يعني السيدات اللي عجبتهم شي حاجه غير يتواصلوا معنا ان شاء الله، غنوفروا لهم اي ارتيكل عجبهم. هانتوما شفتو رائع جدا، دائما بنفس التفاصيل، ونوريكم غير لابوندوليغ ديالو كيفاش كتجي. بالنسبه لهذا الموديل هذا كتجي تقريبا بحال لابوندوليغ الاخرى، شفتو وكيجي فيها البواني في الكحل، بلاوس ديالو مطبوع حتى هو اسي انوكسيدابل لاكاليتي الاولى. هادي دابا بقات فيها البواني اللي بالبيض، هادي البواني ما بقاتش فيها هو البنات،
يعني تقريبا راه فيه جوج ديال لي بوندوليير، هذا الفواني اللي كيجي في النوار، وعاد كاينه فيه هذه بحال بحال الصاك الاخر اللي كيجي على هذا الشكل. هذا كيجي نوار وكيجي من هنايا مطبوع بلا مارك، اللي بغيتو ديروه نوار، سينو بغيتو تقلبو لابوندوليير غتجيكم على هذا الشكل. هذا شي حاجه زوينه بزاف البنات، مطبوع من الداخل بلا اوس ديالو، فينيسيون واعره بزاف، والثمن ديالو 320 درهم فقط، بالنسبه للو كاب الثمن ديالو 260 درهم. البنات عارفكم توحشوا هاد لا مارك هادي، ما قدرتش ندوز هاد لا فيديو بلا ما ندوز لكم شي ارتيكل فيها، ارتيكل واعر بزاف بلا كوب الرائعه ديالو، قديت لي لا بوندوليير ديالو اللي كتجي على هذا الشكل هذا، ها انتم البنات اللي كتجي حتى هي اجوستابل، رائع بزاف، كيجي فيه لي فواني، كيجي فيه لي فواني فيه واحد الشكل خطير بزاف، فن زوين بزاف الموديل الصراحه، مفركس، كيجي على هذا الشكل هذا، ها انتم الجيب الاول فيه جويه من هنايا، شوفوا البنات، هنايا جويه الثاني، هذا اكسسوار يمكن لكم ديروه في لو ساك، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي حتى هو كيعطي جماليه، من الداخل فيه جويب، كيجي على هذا الشكل، كيجي على هذا الشكل هذا، سيباري من الوسط، ومسدود بالسنيسه اللي كتجي حتى هي مطبوعه، لا فورم ديالو غزاله بزاف، كاين فيه هذا اللوين هذا كيفما كتشوفوا معايا البنات، كاين فيه حتى المارون ديالو، كيجي خفيف بزاف في الهزه، لا فورم، والثمن 380 درهم فقط البنات. وندوزو لهذا الموديل هذا اللي كيجي افيك بواتي، شي حاجه واعره بزاف. لا كاليتي الاولى ديالو، موديل واعر، لا كولور اللي كتسولوا عليها بزاف هي راه كاينه، هانتوما البنات موديل خطير، يلاه جا البلو جيل ديغرادي رائع جدا، البلو جيل ديغرادي اللي كيجي زوين بزاف، لا غارنيتور ديالو كتجي في الدوغي واعره بزاف البنات. بالنسبه للجهه ديال الكتف كتجي على هذا الشكل هذا، سميطه فهاد لا كولور واعره، كيجي فن بزاف في الهزه، إيسالورون الموديل ديال إيسالورون لولو، الموديل ديال إيسالورون لولو اللي كيجي بالجين ديلافي خطير واعر بزاف البنات، واعر بزاف يعني تبارك الله، كاين لي فان ديال هذا الموديل هذا، كيجي مطبوع وفي سلسله من الداخل، رائع جدا بلا كاليتي الاولى ديالو، كيجي خفيف بزاف مزال البنات، يعني كاليتي واعره وخفيف وفي لوينات واعره. كاين هذا اللي وريتكم دابا، كاين هاد لا كولور هادي اللي كيجي نوار غارنيتور بالطوغي واعر بزاف حتى هو، بالنسبه للسميطه ديالو كتجي نوار، يعني الموديل كيجي كله نوار، إيف سان لوران لولو رائع غني عن التعريف، مطلوب بزاف هاد الموديل هذا ومفقود في السوق، يلاه جا راه كيجي بلا اوس ديالو، شي حاجه واعره بزاف البنات. من الداخل فيه سنيسله بالدوغي، كيجي مبطن من الداخل وواعر، وكاين حتى موديل كاين حتى لوين اخر، كاين هذا كاين لا كولور اللي كتجي لا غرانيتور ديالو في النوار، كيجي كبير بزاف البنات يعني زوين، ماشي داك يعني كيهز ولا فورم زوينه يعني تبارك الله كيهز، إيف سان لوران لولو موديل خطير نوار في النوار، كاين هاد لي كولور غادي اللي وريتكم ثلاثه، والثمن ديالو 380 درهم فقط. والموديل ديال لاك ديال كوتش، الموديل واعر بزاف، كيجي على هذا الشكل هذا، البوني ديالو فيه هذا الاكسسوار هذا من هنايا خطير، ها انتم البنات مطبوع رائع بزاف، من الداخل مبطن بجويه بالسنيسله ديالو، لا بوندوليير ديالو كتجي على هذا الشكل هذا في الكحل، شي حاجه واعره بزاف البنات، كيجي غزال وانيق، كيجي واقف في واحد لافورم حلوه وزوين بزاف، الموديل خطير الصراحه، وفيه حتى لوينات زوينه، كاين هاد لاكولور غادي اللي وريتكم دابا، وكاين هاد اللوين هذا ولا اروع واعر، يعني عاشقات الكامل واعر بزاف، لون خطير، لاكانيسور ديالو كتجي واعره بالطوغي مطبوع، وفيه حتى لوين ثالث، بالنسبه للموديل كيجي على هاد الشكل هذا، شفتو كيجي اونبالي بالوريقات ديالو، غير البنات ما كنبغيش نطوع عليكم بزاف. وكاين فيه حتى هاد لاكولور هادي ديال لاج ديك دابا، كتجي في النوار خطيرة خطيرة خطيرة، بزاف لوينات زوينين، موديل أنيق بزاف، يعني ما قالو أنيق فأنيق، صراحة محيد دق زوين، والثمن ديالو 380 درهم فقط.
والبنات وصلت النهاية ديال الفيديو. صراحة ما كنسخاش بكم يعني تبارك الله كان لي زارتيكل بزاف وما كنسخاش يعني كنبغي نوريكم لو ماكسيموم ديال لي زارتيكل خاصة بالنسبة للسيدات اللي كيتعذر عليهم انهم يجوا المحل. كنتمنى انني نكون كنشرح لهم وكنوريهم لي زارتيكل كيف ما خصو كيف كنعطي لي زارتيكل حقه اللي خصو يتعطاه. تبارك الله كان لي زارتيكل كاين لي موديل يعني كاين دي ساك جداد وزوينين كاين بزاف ديال لي زارتيكل ولي موديل البنات يعني كاينين ديال الهاي كوبي كاينين حتى ديال الاصليين ديال الاسبان حتى هما كاينين فيهم موديلات زوينين كيبقاو الثمنه ديالهم يعني كل ساك تقريبا والثمن ديالو بزاف درنا فيهم سولد يعني بحال هذا درنا خليناه ب 180 درهم فقط. كاينين دي زارتيكل زوينين بزاف البنات كاين حتى هاد لا مارك هادي هاد لا فورم هادي اللي وريتكم دابا فرجتكم لا فورم ديال اللي كيجي لولو كي كان لي معروف بالاسم ديال لولو ديال إيف سان لوران. كاين هذا اللي كيجي لا فورم ديالو على هذا الشكل هذا شفتوا. كاين حتى نضيدرات بزاف وكاينين حتى لي مونتر كل مره كنجيب لكم فيهم الجديد. كنتمنى انني شرحت لكم لي زارتيكل كيف ما خصو يعني عطيت كل واحد الحق ديالو. كنشكركم بزاف على المتابعات ديالكم. كنتمنى ان البنات اللي عجبها شي موديل توصلها يوصلها كيف ما تخيلاتو في دماغها ويوصلها لارتيكل اللي عشقات. يعني احنا تبارك الله راه عارفين دابا يعني كتعشقي ان موديل كتبغي انه يوصلك كيف ما شفتيه. كاين حتى لي كاب يعني كنت غنسال لكم واحد الموديل صراحه نوري لكم دابا دغيا دغيا. كاين هذا الكاب هذا ديال لا مارك سيلين واعر بزاف البنات نسيت ما وريتوش لكم. يعني اخر ما كاين في هذا الموديل هذا في هذا العام هو ان هاد لا مارك هادي خرجت لينا الكاب ديالها. يعني اخر ما خرج في هذا الموديل هذا هو هذا الكاب اللي كيجي مفخفخ واعر بزاف البنات في واحد التوب خطير 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 الصراحه. فيه جوج ديال لي فاس كاين هاد لافاس هادي وكاين هاد لافاس الاخرى اللي كتجي بالبيج صراحه واعره بزاف. لا مارك راه غنيه عن التعريف موديل واعر بزاف مطبوع بسميه ديال لا مارك. بالنسبه للثمن ديالو 260 درهم توب واعره البنات يعني صراحه شي حاجه رطيبه وغزاله. كيف ما قلت لكم البنات تبارك الله راه كاينين لي زارتيكل كاينين لي موديل كاين بزاف ديال الموديلات البنات يعني حتى الموديل ديال ارميس حتى هو راه دخل المحل غير هو ما ساليتش وما كاينش يعني ما يمكنش نطول عليكم بزاف البنات باش نوريكم بزاف ديال لي موديل. ولكن انا زعما كنحاول انني كل مره نوريكم نبذه على لي زارتيكل اللي كاينين وكنحاول ما نطولش عليكم لا فيديو باش ما يقواش عليكم الاقتراحات والاختيارات. يعني كنحاول كل مره نوريكم دي مارك يعني كل فيديو كندير فيه دي مارك وتبارك الله راه كاين لو شوا كاين موديلات زوينين كاين بزاف يعني كاين حتى لي ارميس صغيور حتى هو راه كاين راه باقي متوفر في المحل شي حاجه زوينه بزاف البنات. دائما الجوده الاولى والثمن في المتناول ديال الجميع. خليو لنا لي جيم ولي بارطاج. كنذكركم بلي المحل راه كاين في الدار البيضاء السيدات كيسولوني على النعس في لي كومونتير كاين في مارشي الشريفه حدا كاين في عين الشق حدا شارع القدس يعني راه معروف المارشي. اي سيده جات غير شارع القدس راه غادي تسول غير على المارشي فين كان يعني توصلوا معنا في واتساب نصيفط لكم ان شاء الله لوكاليزاسيون. مرحبا بكم فيما كنتو. كنشكركم بزاف على المتابعات ديالكم على الميساجات ديالكم على يعني جميع التفاعل ديالكم البنات كنشكركم عليه بزاف. ومازال ان شاء الله ندير لكم جوله حتى على لي ساك ديال شانيل رائعين البنات راه كاينين فيهم لي موديل تبارك الله كاينين لوينات خطيرين وغيدخل البنات واحد السولد كنوعدكم به غيدخل واحد السولد فيه اثمنه هرز دكدك غيدخل واحد لاغيفاج واعر كنوعدكم به من دابا يعني يكونوا في الموعد كيف ما كنقولوا. كنشكركم بزاف على التتابع ديالكم طولت عليكم بزاف. نتمنى ان لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. القناه فيها محتوى زوين كيوصل لكم يعني داكشي اللي بغيتو والموديلات الراقيه اللي كتبغيو. تبارك الله كاين الموديلات فيما كنظن كيبان لي موديل جديد وزوين خصني نعطيه حقه يعني تبارك الله عليكم البنات. وما نطولش عليكم بزاف نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديده وكنقول لكم مع السلامه.